عبرهم انه شباب باور ما تنسحب. يا علي يا علي القاب عنده غلاص يا حسين يرمينا بغلاص معلش اللي يرمي بل زخيرة اللي ما ضر بي 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 يا عيني هذا فاضي زي محرز خليكم من غاد لانه عم يلتفون هم عم يلتفون علينا من هنا هم بيجون من طرفنا بس ما عم يقدرون عم نش خواتهم معاهم دبابه ام تراكس في شيء معاهم وقف ما عم يقدر يمشي بس في صوت دحك سمعت حياك الله معرس ابو حمود كبير صوت في صوت دبابه ما في شباب بي صوت عم يقرب علينا ها بعرف اختي بي صوت ما معنا عازف لا انا عايز اجون انا عايز اجون شباب شباب انصحوا لا لا تعالوا لو حبينا المخزن هيك هم بالبيت المقابلنا هلا لا عقب منهم من هبيت شربيت عم يطلعون يا ما عم ينتف يا ما عم ينتحر حيكم لواء الباغر حيكم معقول رصدونا حسين؟ أحمد هاد تنوق علينا يا ولد تنوق علينا حد يجون روح العالم لا تنسحب روح بطيل أنا وعلى تنوق تعال بطيله بدك تجي؟ تعال ما بدك تقطعي تعال تعال هذا لا ترمي انت بروح
جنب السيارات عم الاليات عم يمشي المحط. يلا صور. تعال تعال حسو صورني بس ارميك طلقتي الثلاث هدي خليه عم يرمي لي هين ابن القحبة انت شايفه؟